مرحبا، شو حلو انه اكون موجودة بسيدتي ببيتها بالنت اللي فيه ملايين المشاهدين هلا عم يتفرجوا علي. سيدتي كانت حبيبتي وما زالت، اليوم جيت هيك فجأة غطيت عليهم بالمكتب، تعرفت على القيادات الجديدة. السنة ان شاء الله حيكون عندي 3 مسلسلات انا فاجئكم فيهم، بس خلينا نحكي عنهم باختصار. المفاجأة اللي بدي فاجئكم لانه عملت كاركترز كتير غريبة. واحدة منهم في مسلسل اسمه أرواح منسية، في عناصر مصرية وسورية بطولة عزة العلايلي وصابرين، حكون مدمنة مورفين، ست تائهة في وسط المدينة معذبة. شخصية تانية، شخصية برنسس، شيز برنسس اسمها ملك، في زمن الحرب العالمية الأولى. فاروق الفيشاوي عامل دور بيرم التونسي الشاعر الكبير، وإيمان البحر درويش عامل شخصية جده سيد درويش، عماد رشاد حيبقى خيي، أنا برنسس بهوى الأدب والثقافة، يفكر حالي إني أنا شاعرة، هي هيك يعني دماغها متوهمة إنها شاعرة. حتشوفوا عمل فيه عشرات بل مئات النجوم والنجمات، منهم دينا، منهم محمود الجندي، شو بدي سمي التسمي؟ أهل الهوى. أوكي، هيك صار اثنين. المسلسل الثالث شبهي، مثل ما أنا قاعدة هلا، إذا لاحظت كيف قاعدة. قاعدة اللي هي البنت اللبنانية الستايل، أنا عرضت أزياء سابقة وعندي أتيلي، وباخد بالي من ولادي ومن ولاد أختي الميتة اللي هو جوزها مصطفى فهمي. ومصطفى فهمي مع كوسي، وأنا مع أستاذ ضياء فهمي الرائع المخرج الحبيب العزيز، بنص لفيفيان محمود، حتشوفوه إن شاء الله كمان برمضان بلوك مودرن، اسمه مسلسل طير يا طيارة. 3 مسلسلات: أرواح منسية، أهل الهوى، طير يا طيارة، وفيلم سينما ما فيني أحكي عنه ولا كلمة. أم سوري، معلش، حتى لو كنت سيدتي، لأني أنا بأمن بالعين وبخاف. سيدتي العربية اللي عم تتابعيني على ويب سايت سيدتي، لك مني كل المحبة، خصوصا بهالوضع الصعب بالوطن العربي. بحط ايدي على ايدك وبقول لك ربنا يكون معك. المرأة العربية مرأة قوية، اثبتت جدارتها وقوتها للعالم كله. بحبك كثير، ان شاء الله السنة حلوة 2013. مدلين طبر. We'll be right back.